إذا مشاهدينا رح نستكمل معكم باقي فقراتنا. حكينا إنه في عنا فقرة رياضية خاصة بما إنه إحنا بموسم الشتاء، وطبعا بصير في قعدة وكنكنة وأكل زيادة وزيادة وزن، فاليوم فقرتنا رح تحكي عن كيف فينا إنه بفصل الشتاء نعمل تمارين رياضية بسيطة هوائية في المنزل بحيث إنه نحافظ على وزننا أو نخسر بما يعادل 7 كيلو إذا التزمنا بالتمارين لمدة شهر كامل مع نظام غذائي معين. رح نرحب أكيد بالكابتن حيدر القيسي موجود معنا بالاستوديو، والكابتن مجد الأيوبي. أهلا وسهلا فيكم، جاهزين ومتحمسين وجايبين الأجهزة والعدة والقصص كلياتها. أوكي كابتن حيدر، خلينا بالبداية نحكي إنه هل التمارين الرياضية كافية ولا لازم في نظام غذائي جنب التمارين لحتى نقدر نحصل على وزن مثالي؟ لا أكيد، التمارين الرياضية وحدها لا تكفي، لازم يكون برنامج غذائي معين يلتزم به الشخص حسب وزنه، حسب جينات جسمه طبعا. نعم، كل حدا بيختلف عن الثاني اكيد. نعم، حتى يكون التمرين يعطي فائدته اكثر. نعم نعم، خاصه لدورون الرشاقه والمحافظه. نعم حلو حلو، اذا هم مرتبطين ببعض. كابتن مجد، يمكن احنا الصبايا بنكنكن كثير بالشتاء وبنبلش ناكل، بيجي على بالنا اشياء زاكيه، شيبس ومش عارفه شو القصص هاي تبعت الشتاء، وبزيد الوزن. هون هيك نصيحه منك لكل اللي عم بيحضرونا، تمارين بالبيت لحالها إذا حدا ما عنده وقت يروح على الجيم فرضنا، هل تمارين بالبيت لحالها مع نظام غذائي مثل ما حكت كابتن كفاية ولا لازم إجباري الواحد يروح على الجيم؟ هلا يفضل إنه الواحد يروح على الجيم، بس اللي ما معه وقت بيقدر يعمل تمارين بالبيت ويكون عنده أدوات بيقدر يجيبها بالبيت. نعم، ومع زي ما قلتي النظام الغذائي. نعم، هي الرياضة 30% والنظام الغذائي 70%. الرياضة 30% والنظام الغذائي 70%. حلو حلو. طب هلا خلال التمارين اللي رح تورجونا اياها المفروض انه قد ايه يعملها الواحد يوميا؟ نص ساعة تقريبا. نص ساعة كافية يعني يومي. لو كل يوم يعمل نص ساعة. نعم، مع النظام الغذائي رح يخسر 7 كيلو بالشهر تقريبا. حلو حلو. طيب هلا انا رح اترككم بحيث طبعا كابتن انت رح تخبرنا ايضا عن نظام غذائي خلال التمارين، ما هيك يعني نوعا ما الواحد يكون عنده فكرة فيه بشكل عام نقول. طيب رح اترككم هلا تشوفوا او تستعرضوا للمشاهدين شو هي التمارين الهوائيه او البسيطه اللي ممكن يعملوها كل يوم لمده نص ساعه ولمده شهر بفصل الشتاء. اوكي يلا الكم. بنبلش تمرين نط الحبل. هلا اول شيء بنبلش الورم اب اللي هو الاحماء، كثير مهم عشان الاصابات، عشان ما يصير عندنا اصابات لازم نبلش الورم اب. اول شيء بتقدروا تجيبوا حبله، يعني من الادوات السهله اللي اصلا عادي بتجيبوها بالبيت. بنفضل انه ننط حبله اول تمرين. ان شاء الله ما يوقع. هلا بنقدر نعمل جولات، 3 جولات، كل جوله 15 عده، بنريح بين جوله وجوله 30 ثانيه، وبس يصير الموضوع شوي سهل بنرجع بنعيد. اوكي هذا اول تمرين. هلا ثاني تمرين اللي هو الجامبينج جاكس، نعمله هون. اوكي بعد 15 عده، كل جوله بعمل 3 جولات 15 عده، بعلي نبضات القلب. كثير مهم الورم اب عشان الاصابات. اوكي هذا ثاني تمرين. يساعد على حرق اللفات اكثر اسرع. اوكي هلا ثالث تمرين راح نعمله جمب سكوات. اوكي حيدر تفضل مع جمب. اوكي هلا هذا ثالث تمرين بنعمله 3 جولات 15 15 15، بين كل جوله لازم نريح 30 ثانيه. هلا رابع تمرين اللي هو الرينبو، ما بنحتاج إشي، بس على الأرض بدي أمشي على إيدي، هو هذا التمرين واقف كامل. بعد 15 عدة 3 جولات. تمام هلا رابع تمرين. اوكي هلا رح نبلش بالتوتال بادي، تمارين الجسم الكامل. اوكي هلا انا بفضل انه نجيب اوزان على البيت، ممكن نقدر نجيب هذه الاوزان كاتل بيل. اوكي رح نعمل اول تمرين سكوات مع شولدرز. نفس الشيء 3 جولات 15 عده كل جوله. بريح بين جوله وجوله 30 ثانيه. اوكي هلا هذا التمرين بيشتغل على كل عضلات الرجلين كوادرا والهامسترينج، وبيشتغل اسفل المعده، وشغلنا هون الشولدر الاكتاف. اوكي هلا ثاني تمرين نعمل معده، تمارين المعده ليج ريز. اوكي هون بننام على ظهرنا، بنحط ايدينا تحت اللور باك اسفل الظهر، برفع رجلي وبنزل شوي شوي. هلا هذا التمرين لكل عضلات المعده، نعمل 15 عده. في هذا التمرين كمان تبادل الرجلين، برضو هذا للمعده. هلا بنعمل نفس الشيء 15 15 15، بنريح 30 ثانيه بين كل جوله وجوله. اوكي هلا التمرين اللي بعده رح يكون توتال بادي، برضه حيكون شامل الرجلين والايدين، اللي هو اللانجز مع البايسبس. هذا بشغل الرجلين وعضله البايسبس. يفضل انه يكون التمارين بالبيت توتال بادي، بتشغل الفول بادي كل العضلات. اوكي 15 عده لكل جوله. في التمرين هلا التمرين اللي بعده راح يشمل الكور، عضلات الكور. كثير الناس بتهتم بعضلات الكور، الخصر. بنعمله كمان بالدمبلز مع وزن، مع الاوزان كمان 20 عده الى 15 عده ل4 جولات. طبعا كل جهه 15 عده، نحول على الجهه الثانيه. اوكي هذا بشغل عضلات تمارين الستريتش. بعد ما اخلص تمارين التوتال بادي لازم ناخذ تمارين ستريتش لكل العضلات حتى نتجنب الشد العضلي والاصابات. اوكي نعمل ستريتشنج مع بعض كوتش حيدر. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يمين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شمال. اوكي هلا وسط ميدل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا باك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا بنعمل الرجلين. اوكي بنمسح رجلينا ننزل وسط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي اهم شيء باخر التمرين نعمل الحركات الاستطاله اللي هي الستريتشنج عشان نتجنب الاصابات، ومنمرن نعمل مرونه للعضله. يفضل اخر التمرين، اخر كل تمرين ما تنسوا حالكم تعملوا الاستطاله. طبعا كل التمارين تكون بدون فائده بدون برنامج الاكل، لازم يكون الاكل منظم، غذاء صحي. طبعا هاي التمارين بتساعد على النشاط اليومي، الواحد يقدر يكمل حياته الطبيعيه صحيا، يعني بعيد عن الامراض. ومع دخول الشتاء يعني الواحد لازم شوي ينتبه على الاكل، خاصه الحلويات، لازم نقلل منها، يعني ممكن مرة واحدة بالأسبوع. يعني كابتن مجد مرة واحدة بالأسبوع في مشكلة مرة واحدة كبيرة خاصة في موسم الشتاء، ولكن صح. مثل ما حكيت وحكى الكابتن حيدر إنه بدون نظام غذائي تمارين واحدة مش كفاية. يعني في ناس كثير بقول لك أنا بعمل تمارين، أنا بروح الجيم، أنا بعمل رياضة ولكن صح. بياكلوا كثير عادي، فبالتالي بيقولوا ليش ما أنا مستفدت. صح. فأنا استفاجأت اليوم إنه 70% يعني ممكن واحد يطلع يركض ساعة، نعم، بعدين يقول ليش ما أنحف، ليش ما عندي لياقة. هو يركض ساعة ممكن يروح ياكل وجبة فاست فود أو وجبة غير صحية، نعم. طبعا الرياضة راحت على الفاضي مثل ما نقول، يعني ما استفاد منها بشكل تام. طيب بشكل سريع شو ممكن تنصح المشاهدين انه شو نوعية الغذاء؟ يعني اكيد في برنامج وفي تفاصيل، ولكن بشكل سريع شو يستبدلوا الاشياء اللي بنتسلى فيها واحنا قاعدين المساء واللي هي هاي بتؤدي لزيادة الوزن؟ يعني واحد بصورة عامة يقطع السكريات، السكريات هي يعني سبب كل دمار الجسم. بس بعطي دفع شوي كمان، ممكن ناخذها من الكربوهيدرات البسيطة من الرز والبطاطا وغيرها، تكون مطبوخه بشكل صحي، نعم. ممكن بزيت زيتون او بدون اي دهون، مع زيت زيتون ممكن شيء بسيط من زيت نعم. زيتون او بدون دهون، نعم تمام. يعني السكريات اللي هي مثل الرز والبطاطا وغيرها، السكريات الحلويات هاي مصيبه، يعني هاي اللي ما هاي تسوي تضرب مناعه الجسم، تسوي دهون، نعم أي. حلو. طيب حكى كابتن حيدر عن النشويات اللي ممكن انه تعطينا شويه طاقه بديل عن السكريات، الفواكه فيها نسبه سكر، هل زياده الاكل الفواكه يعني اذا استبدلناها بدل الحلويات ممكن تؤدي كمان لزياده الوزن؟ هلا طبعا الفواكه برضه بتؤدي الى زياده الوزن، اذا زي ما قلتي مثلا عصرنا كم من اورنج مثلا، نعم. حبه اورنج، اكثر من حبه اورنج، برضه هاي بتعمل يعني زياده بالوزن، نعم. وخاصه في ناس مثلا بقول لك احنا ما بنتعشى، يعني بنتعشى بس فواكه، طبعا كثير غلط هذا، نعم. الشيء. واللي مش متعود على هذا النظام، بس اذا الواحد حط في راسه هدف وتعود على نظام غذائي معين بصير اسلوب حياه، بالاخر بصير لايف ستايل، نعم. بالضبط. اولها حيلاقي شوي صعوبه بس مع الوقت خلاص بتعود. بس اهم شيء يكون النظام الغذائي متكامل، يعني كربوهيدرات، نعم. دهون صحيه، وفيتامينز والياف، لازم حلو. يكون كل شيء شامل، كل شيء، ما بصير يكون ناقص او انه يعتمد على هدف التجويع، لانه نعم. التجويع بالاخر حيترك الدايت صح. وحيرجع يزيد وزنه. اذا كابتن مجد وكابتن حيدر يعطيكم الف عافيه، وشكرا لوجودكم معنا.